السلام عليكم، أهلا بكم متابعين قناة شموخ الخوض في حلقة جديدة. بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، كل عام أنتم بخير، مبارك عليكم الشهر مقدما، وعسى يا رب يكون شهر خير وبركة علينا وعليكم جميعا. وقبل لا نبدأ الحلقة، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهات من هذا القناة، أدعوك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإن شاء الله راح يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة. مثل ما أنتم شايفين الحين في الفيديو، هنا معي قشر البيض والبطاطا والموز وخيار والبصل وكزبرة وطماط. هذه كلها من المخلفات الغذائية اللي دائما تكون معنا في المطبخ، وفيها فيتامينات كثيرة ومعادن اللي راح تفيدنا للزراعة. في طرق كثيرة لعمل سماد أو كومبوست من هذه المخلفات، ولكن أنا اخترت لكم هذه الطريقة السهلة اللي ما راح تكلفكم الكثير وما تحتاج إلى عناية ومتابعة. كل اللي عليكم فقط تجميع هذه المخلفات ونقطعها لقطع صغيرة، لأن القطع الصغيرة راح تتحلل بسرعة في التربة، وهذا راح يسرع معانا الاستفادة من هذه المخلفات للزراعة. بالنسبة للناس اللي ما عندها مكان وتزرع في الأصص ومزهريات، ممكن يستفيدوا من هذه المخلفات بطريقة ثانية. ممكن يأخذوا أي حاجة بلاستيكية مثل هذه العلبة ويعملوا فيها فتحات لتصريف الماء، وممكن نعملها نفتح من هنا ونحط فيه المخلفات. لكن في البداية أول طبقة راح تكون تراب، وبعدها المخلفات، وبعدها التراب ومخلفات، وهكذا. التراب راح يساعد في عملية التحليل بسرعة، وكذلك يمنع الروائح الكريهة. وكل مرة لازم طبعا نحتاج ان نضيف ماء على اساس انه يتساعد يكون التربة تكون رطبة. وراح يجهز الكمبوست في خلال شهرين يكون جاهز. بعد ما يجهز ممكن نحطه في الشمس ليجف، وممكن نستخدمه في الأصص. وفي نهاية الفيديو احب اشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك. السلام عليكم ورحمة الله.